بونجور لا فامي جيفر كي فوز علي بيان دوما باغ جو تري بيان الحمد لله. كما كتشوفوا راني مع الصديق ديالي زهير ادم. دونك اليوم غادي نهضروا كما شفتوا الشيت غادي نهضروا على لانفورماتيك. دونك كتسولوني دائما على كيفاش دي زانفيتي في دي فيديو وكل واحد يهضر لي على الدومين ديالو. دونك انا معايا زهير دونك كنقرا لانفورماتيك في المغرب وجا كملها في فرنسا واليوم الحمد لله تبارك الله عليه سي ان انجينيور في انفورماتيك في الريزو. لا يا ربي في بروغراماسيون ديفلوبمون وي. دونك غادي نشوفوا معاه لي زيتاب من القرايه حتى كيدير الخدمه. دونك حنا غادي نسولوه منين بدا حتى لدابا. دونك زهير فين دونك كان عندك ان باك اين شعبه؟ دونك انا قريت باك سيونس مات وي. داكوغ واش كانت النقطه ديالك اسمح لي نسولك السؤال واش كانت نقطه مزيانه ولا خايبه؟ لا جبت باك باسابل. باسابل دونك 10 الناس انتم ركزوا معايا مزيان باش كنقول لكم النقطه هنا في فرنسا ما مهماش هذه حاجه. دونك ابخي شنو درتي يا زهير ابخي الباك؟ ابخي الباك درت عام في لافاك عام في لافاك ديال لي سيونس درت اس ام اي وما نجحتش ومن بعد درت ايكول دانفورماتيك بريفي قريت فيها 3 زون هي فيها 5 اون ولكن انا قريت 3 زون حيت 3 سنين قريت فيها 3 سنين ومن بعد هما بروبوزاو عليا قالوا لي الا بغيتي تقدر تقرا في فرنسا تيديروا واحد بحال ان ايشونج بارتناريا مع واحد ليكول هنايا في فرنسا تقدر تجي ليها وتانتيغري ديريكتومون لا 4 اني. داكوغ صافي دوزت واحد لو تيست دونجلي تيست دو فرونسي وتيست دو مات. المات كان فيه دي كيستيون على البروبابيليتي فرونسي كان واحد الريداكسيون واحد تتهضر تكتب على واحد السوجي فوالا و اونغلي كان فيها بلوس ليسنين دونك تسمع و تتجاوب. داكوغ فوالا من بعد منين دوزت التيست هذا الحمد لله تقبلت و عطاوني بخانسكريبسيون. شنو سميت لي فديك كنت كاين الحمد لله الحمد لله النقاط كانوا مزيانين. دونك المعلومه اللي زادنا زهير سي كو كنت باغي ندير عليها فيديو ان شاء الله من بعد سي كو تان بريفي يمكن لك تجي هنايا لفرنسا ماشي بالضروره تكون قاري في ايكول ديال الدوله ولا في يونيفرسيتي ديال الدوله. دونك تان بريفي راه عندك لا شونس. الميساج اللي بغيت ندوز هو انه ماشي ضروري تكون جايب نقطه زوينه في الباك باش تقرا داكشي اللي تيعجبك. دونك الحمد لله الا كان دار فونتاج فرنسا لا ديجا في المغرب دابا لي زيكول بريفي حلوا الباب للناس اللي عزيز عليهم واحد الدومين مثلا الديزاين لانفوغرافي الاخراج لانفورماتيك الريزو الاركيتكتور هاد لي دومين هادو كانوا شحال هادي اناكسيسيبل بالنسبه للناس اللي تيجيبوا باك بحالي باصاب حيت ما الا ما جبتيش نقطه زوينه ما غاديش تدوز ما غاديش تقرا. ولكن دابا البريفي حل هاد الباب هذا دونك الا تقدر تقرا في داك الدومين اللي تيعجبك. ودابا الاغلبيه ديال لي زيكول بريفي ولاو اكريديتي باغ ليتا دونك الدبلوم اللي تاخذو تيكون معترف به وزائد هادشي داك لي زيكول بريفي ولا عندهم دي بارتناريا مع دي زيكول سواء ان فرونس ولا في ليتازوني كندا وهذا دونك تيحلوا لك بيبان تقدر تقرا في ليترونجي داك الدومين اللي تيعجبك سواء بريفي سواء هي سي فغي لوجيكمون بلاصه ما غاتشد انت كنتي عوال غادي تكمل فرنسا من مور الباك وريني كتقول نقطه ولا هذه ما لقيتش فين لوجيكمون كنتي غادي تحط هنايا 10 مليون 9 مليون في العام تقدر دير ان دوغ ولا ليسونس بحال اللي دار زهير ديرها في ايكول بريفي وراه ما غطيح لك اقل من فرنسا وتعطيك لوبورتونيتي باش تجي لفرنسا فهمتيني. دونك حتى البريفي راه كما قال لك حلنا واحد اون اوتر شونس باش تدير داكشي اللي بغيت وتتولي بحالك بحال هذاك اللي دار كلاس بريبا وجاب 16 في الباك هذاك هو كاع تعذب دار كلاس بريبا وتكرفس فيها ودوز دي كونكور وكلشي وفي الاخر تقبل في واحد ليكول اللي ديال الانجينيوري مثلا اللي هي بوبليك بحال لينسياس ولا لينسا وقرا نفس الحاجه اللي انت قريتي في ليكول بريفي وضيع الوقت في الكلاس بريبا حيت مثلا تنهضر على الدومين ديالي مثلا انا فورماتيك ما يفيدك والو داك المات فيزيك وداك التخربيق كامل اللي حرق لك راسك وغادي تضيع فيه الوقت وهذا وباش دوز دي كونكور ما يفيدك والو من بعد في الدومين ديال الانفورماتيك. دونك تقدر دير الانفورماتيك ديريكتومون تدخل في صلب الموضوع اون ايكول بريفي حيت في ليكول بريفي العام الاول تدخلوك في الانفورماتيك تقراو داك الشيء اللي غادي تخدم به. وي وي جو كومبخون. ودابا نحاولوا نتعمقوا في الدومين ديالك ندخلوا دابا في صلب الموضوع
peut-être ما غنفهمش اكثر منك مي بغيت الناس اللي كي سو انتريسي بار بار لانفورماتيك يفهموا اكثر دونك صراحه انت في الاول علاش دونك لا كيسيون الاولى علاش كاين الميول ديالك للانفورماتيك علاش اختاريتيه وثاني حاجه شنو شنو واش كنتي ديجا عارف راسك شنو غتولي من بعد ديك 5 د القرايه واش كان واضح لك دوك الافاق ديال جو سي با زعما ابري شنو غتكون انجينيور دانفورماتيك شنو غادي دير فين غتخدم انا الصراحه علاش اختاريت الانفورماتيك حيت ملي كنت درت حيت قلت لك درت عام في لافاك وما كنتش نجحش فيه قريت فيه الانفورماتيك وكان فيه كان فيه فهمتي كان اس ام اي كان سيونس مات انفورماتيك كنا تنقراو المات والانفورماتيك والمواد اللي كنت نجيب فيهم مزيان هما كانوا الانفورماتيك وماشي ماشي المات وفيزيك شنو كنت كتقراو في الانفورماتيك كنا تنقراو الالغوريثميك دونك اختصار شنو هو الالغوريثميك هو ان تكتب ان بروغرام ولكن بواحد لونغاج سامبل تكتبو مثلا اون فرونسي تكتب سي واحد لا كونديسيون بعد دير شي حاجه سينو تدير هاد الكونديسيون كتحتاج المات فهاد سميتو تحتاج بلوس لوجيك خص يكون العقل ديالك لوجيك مثلا انت تفكر بواحد الطريقه اللي هي لوجيك ماشي اللوجيك ديال المات حيت كاين واحد لا ماتيير ولا واحد التخصص في المات اللي هو لا لوجيك ولكن ماشي داكشي اللوجيك زعما الطريقه ديال التفكير ديالك خص تكون لوجيك وكون تفهم مثلا البزوان ديال شي حاجه مثلا محتاج تصايب واحد البروغرام اللي غادي يعطيك مثلا لي جوغ فيغيي مثلا الاعياد ولا هذا عندك شي الباس دوني دلاكسيس وهذا عندك شي شويه تقريبا كاين الاكسس ما فيش المهم واحد النوع الاكسس ممكن نقول واحد النوع ديال البروغراماسيون ديال باس دوني ولكن كاين تخصص واحد التخصص تقدر خص تكون تفهم شويه فهمتي في الدومين ديال شكون تفهم شويه في الدومين ديال الانفورماتيك باش تخدم باكسس ولكن زعما سا ريست اكسيسيبل على دوطخ لونغاج بحال جافا ولا فهمتك شي حاجه اللي غتقرب داك بحال دابا داك البشوي اللي كيشوف فينا باش غادي يعرف شنو غادي يقرا في الانفورماتيك في 3 زون ديالو ولا في ديك العامين الاولى قبل ما يمشي فرنسا ولا هو الصراحه الانفورماتيك ولا من غير الانفورماتيك ما غاديش تهرب من الماط من الفيزيك كاينه ولكن ما تيكونش صعيب بزاف بارابور للناس اللي تيديروا كلاس بريبا فهمتي تقرا داكشي اللي لوجيك مثلا كي تقرا بروبابيليتي تقرا لاناليز هادو المهم الناس اللي داروا كلاس بريباراتوار ولا داروا لافاك تيعرفوا هاد لي ماتيغ هادو لاناليز الالجبر لا بروبابيليتي دونك هادشي ما غاديش تهرب منه غادي تقرا ولكن تيكون المهم تيكون سهل بالنسبه على الناس اللي ديال البريب حاجه اخرى تقرا الماتيغ ديال الانفورماتيك ستادي غتقرا الالغوريثميك تقدر تدخل الانترنت تقرا تكتب الالغوريثميك يعطيك دي زيكزومبل وغادي تقرا من بعد ان لونغاج بروغراماسيون انا كنت بديت بالسي لونغاج سي اييه ومن بعد قرينا سي بلس بلس ومن بعد زدنا السي شارب دونك سي شارب سي هو اللي بلوس يوتيليزي المهم هو اللي تنخدم به دابا اكثريه في الخدمه و سي تري دوموندي سورتو في المهم هادشي سي بلس تكنيك فريم ورك دوت نت دونك سي تري دوموندي دابا في المارشي بالنسبه لداكشي ديال جوغ داكشي ديال الالتقاط ديال ليزابليكاسيون ابليكاسيون موبيل دونك ليزابليكاسيون موبيل تيكونوا تقدر ديفلوبيهم بليزيوغ لونغاج دونك لي بلو فريكون هو اللونغاج جافا باش ديفلوبي دي زابليكاسيون اندرويد وكاين لونغاج اوبجيكتيف سي باش ديفلوبي دي زابليكاسيون اي او اس وكاين ديفلوبمون بور لي زابليكاسيون ويندوز سي دو سي شارب اللي هضرت عليه قبيله ودابا كاينه لا بوسيبيليتي باش ديفلوبي دي زابليكاسيون ناتيف اي ملتي بلاتفورم زعما دي زابليكاسيون اللي غادي يخدموا في اندرويد اي او اس و ويندوز ويندوز فون تقدر ديفلوبيهم بالسي شارب بواحد لا سوليسيون اللي سميتها كزامارين ولا كزامارا اللي دابا شراتها مايكروسوفت وكاينه في لوتي ديال ديفلوبمون ديال مايكروسوفت اللي هو فيزوال ستوديو فوالا و سي تري دوموندي دابا لي ديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون موبيل سي تري دوموندي دابا في لو مارشي داكور دونك وبالنسبه دابا انت نورمالمون كنا تعرفوا في الانفورماتيك كتقسم اما بروغراماسيون اما ريزو شنو الفرق بيناتهم وعلاش تختاريتي بروغراماسيون ما اختاريتيش الريزو الفرق بيناتهم هو ان هما بجوجهم تكنيك غير هو الريزو
انا الصراحه الريزو قريتو في بروميير اني ابري منين اختاريت التخصص ديال ديفلوبمون ما قريتش بزاف ديال الريزو. المهم الريزو تقرا بلوس على لي روتور كيفاش تكونيكتي كيفاش تكري ان ريزو في لونتربريز كيفاش تكونتاكتي مثلا بليزيور روتور وهذا و دونك ما تعمقتش بزاف وقرينا عاوتاني على لي بروتوكول ديال لي كونيكسيون اتش تي تي بي المهم بليزيور شوز c'est différent développement c'est plus technique moi je trouve que c'est plus technique ou عندك بزاف ديال لي بوسيبيليتي عندك بليزيور لونغاج تعلم فيهم عندك بليزيور بلاتفورم انا ديجا تيعجبني الويب دونك داكشي علاش اختاريت الديفلوبمون وبديت تنديفلوبي زعما بليزيور لونغاج بديت بالجافا في ليكول ومن بعد دابا تخصصت في سي شارب دوت نت دونك بلوس الاركيتكتور ام في سي بالنسبه للناس اللي تيعرفوا ولا تقدروا تغوغليوها دخلوا جوجل كتب ام في سي دوت نت دوت نت هي بوان نت بوان نت كتبوا ام في سي بوان نت غادي يعطيكم زعما معلومات كثيره على هذا زعما على هذا الفريم ورك اللي مطلوب بزاف بالنسبه للويب وعزيز عليا حتى الديزاين دونك داكشي علاش تنخدم شويه بفوتوشوب ولكن ماشي في الخدمه ونسينا داكشي علاش عزيز عليا نيش ندير فيديوهات نسينا لي ديزاينر نسينا لي ديزاينر حتى هما عندهم صراحه نقدر نقولوا كاع عندهم اون غون بارت في المارشي بالنسبه للويب اون بارتي ديزاينر حيت الويب فيه لا بارتي ديزاين اللي تتشوف دابا الكوتي يا هشام داك السيت اللي تتشوف نتايا وعاد كاين الباك اند هو اللي كيخدم نورمالمون هو اللي فيه ديفلوبمون بلو سوفيستيكي بلو كومبلكس وما تيقلش اهميه بالنسبه للناس اللي تيديروا الديزاين حيت خص يكون واحد التوافق ما بيناتهم الناس اللي تيديروا الديزاين راه تيخدموا حتى هما بدي لونغاج بحال جافا سكريبت بحال دي فريم ورك بحال انغولار دابا اللي مطلوب بزاف انغولار 2 و نوت جي اس يا بليزيور فريم ورك كون جافا سكريبت اللي تقدر تخدم بهم دابا في الكوتي ديزاين دونك ملي درتي لا ليسون درتي لا ليسون ديالك تما وقريتي الماستر ديالك هنا في فرنسا شنو لاحظتي زعما شنو زاد في الدراسه ديالك زعما في الانفورماتيك واش كان شي تخصص اكثر ولا شنو لاحظتي في البروغرام لان كتقول الانفورماتيك غالبا كتلقى 3 سنين تيخرج تكنيسيان تيقد يكون فاهم كل شيء تقريبا في الانفورماتيك مي ديك العامين في فرنسا شنو زاد توضح لك انت في صراحه الجواب ديالي يقدر يفاجئك الحقيقه هو ان النيفو اللي في المغرب تيجيني طالع ولا بحال هنا النيفو هنا في فرنسا هذه حقيقه وي في الانفورماتيك في المغرب النيفو طالع ولكن المشكل ولا لافونتاج ديال هنا في فرنسا دونك لقيتي واحد السهوله هنا في القرايه ما عانيتيش ولا لا مزيان تادابت فاسيلمون المشكل ماشي المشكل لافونتاج اللي هنا في فرنسا هو ان عندك بيبان مفتوحين بزاف كاين بزاف لي زونتربريز كاين لا دوموند كاين لي زوفر دومبلوا اللي هما كثار بزاف بارابور المغرب والمشكل اللي تيعانيو منه الدراري في المغرب وفهمتي اللي هضروا معايا وكذا وعاودوا لي زعما المشاكل اللي تيعاودوا لي هو ان لي زونتروشيان ما تيعيطوش بزاف دونك كاين بزاف باقي في المغرب داك باك صاحبي بالنسبه للخدمه الا ما كنتيش تعرف شي واحد زعما ما يدوز لكش اونتروتيان دونك تتقاليغي شويه سورتو الا ما عندكش ليكسبيريونس تيحرتو عليك اما هنا في فرنسا كاين بلوس دوفر تيعيطوا عليك ماشي مشكل ما تيشوفوش زعما فورسيمون اين ايكول جيتي تيشوفوا الباركور ديالك داكشي اللي قريتي ولي كومبيتونس وفي لونتروتيان تيشوفوا ملي تيديروا داك الانتروفيو معاك تيعرفوا النيفو ديالك تيديروا لك ان تيست وهذا تيعرفوا النيفو ديالك تيعطوك بعدا فرصه فهمت باش تقول لهم شنو تعرف دير اما في المغرب جو كخوا سي بلو كومبلكس داكوغ اما في القرايه بحال غير في الاخر كتمشي كتلقاه تيدير الخدمه ديال ان انجينيور في المغرب وبان صالير ديال ان تكنيسيان كاين المشكل ديال الصالير طايح ولكن عاوتاني المهم بالنسبه لنا باغي النيفو دو في راه طالع بزاف دونك واخا تكون تتشد مزيان دونك غيمشيو لك فلوس في الكرا في الخروج اون جينيرال ان انجينيور اون انفورماتيك هنايا شحال تيبدا المهم البرومي صالير باش تيبدا ب 2000 اورو دونك جوج المليون المهم في المغرب تيبدا قول 34000 اورو باغ اون
34000 وي بروت دونك ابري المهم كاين البروت والنت ابري المينيموم زعما باش تبدا فوالا دونك ابري وكل ما بدلتي الخدمه دونك الا بقيتي فشي خدمه مده طويله الصالير تيطلع بزاف دونك سي ميو واحد يدوز عام عامين فشي خدمه ويبدل باش الصالير يزيد يطلع. السؤال اللي تيسولو كلشي واش لانفورماتيك مطلوبه في سوق الشغل؟ اه بزاف سورتو مطلوبه بزاف سورتو في باغي سورتو في باغي كاين بنادم في مدن اخرى اللي ما تيلقاش الخدمه هنا في فرنسا دونك اغلبيه تيجيو هنا في باغي حيت كاين بزاف. مي كما قلتي لي قبيلات ما تقلبوش على الحاجه اللي مطلوبه ديروا داكشي اللي كيعجبكم اللي كتبغيوه. وي هذا المشكل هذا المهم تيجيني بزاف ديال المغاربه تيشوفوا راه ولا تيسمعوا مثلا شي صاحبو تيقول ليه راه بزاف راه كاين مطلوب هذه بزاف كتلقى داك صاحبو غير سامع حتى هو راه ما عارفش فوالا واحد سامع وتيقول لواحد اخر حتى هو سامع وهي غادا. دونك الحاجه اللي النصيحه اللي نقول للناس هي انه قرا داكشي اللي تيعجبك وهذه تلقى فيه خدمه. الا ما لقيتيش خدمه في المغرب راه تلقاها برا. بصح احنا شفنا مع زهير من الباك حتى الماستر ديالو. واش الماستر شنو كان سميتو كانت الشهاده ديالو؟ ماشي ماستر ايكول دانجينيور. ايكول دانجينيور ايكول دانجينيور داكور. دونك من الباك حتى ليكول دونك سان باك بلس 5 بحال الماستر بحال الماستر. دونك ما تكونش اول حاجه اللي حيد واحد من راسه هي ديك العقده ديال انا قريت في ايكول دانجينيور دونك انا احسن من واحد اللي دار ماستر. لا سي لا ميم شوز راه غير سميه وصافي نفس الحاجه. ان ماستر ان ماستر 2 راه عنده لو ميم نيفو ولا بيتيتر احسن من واحد اللي قرا في ايكول دانجينيور تتبقى في الكومبيتونس شنو عندك في الدراع صافي. اما داك الكارطونه اللي خديتي ما ساويه والو الا ما كنتيش تعرف دير شي حاجه. اش بونس قلنا كلشي هذا السي زهير صافي راه داز راه 18 دقيقه صافي شتي اه اش بونس دومين دافورماتيك ما تعاودوش تسولوني عليه انتم مع الا خصكم شي اسئله دخلوا عندي القناه فوالا نجاوبكم مرحبا. كلهم القناه ديال القناه ديالي سميتها زهير ادم بحال سميتي راه هي تلقاو ديسكريبسيون غادي نديرها لكم هنايا شي في الديسكريبسيون ومرحبا بكم عندي في القناه وسولوني. وحاجه اللي جديده هي انني وليت تندير الديلي فلوغين دونك ديجا انا تندير دي فلوغ هنا في باغي وليت دابا تندير الديلي فلوغين زعما فيديو كل نهار في القناه ديالي دونك مرحبا بكم نجاوب لكم على الاسئله ديالكم بكل فرح. الله يحفظك اسي اسي زهير. دونك هذا هو كان اللقاء ديالنا. تبارك الله على خويا مهدي لاشين ديالو راه شكون مهدي اصاحبي؟ ما نعرفش شكون مهدي. تبارك الله على خويا امير جيت معك مهدي احسن الله يحفظك. مهدي تبارك الله على خويا امير تيدير فيديوهات زوينين وتيعاون لي جون اللي باغيين يقراو هنا في فرنسا ولا تيقراو هنا في فرنسا وان شاء الله نتمنى ليه التوفيق والنجاح في المسيره ديالو وشجعوه راه الحاجه اللي تقدروا تعطيوه ماشي فلوس ولا هذا الحاجه اللي تقدروا تعطيوه هي ان بوس بلو وتخليو ليه تعليق زوين اللي يفرحو ويخليه يكمل باش يدير فيديوهات اخرى. هذا ما كان وشاركوا عنده في القناه ديك البطونه الحمراء فرقعوها. دونك اونيتي افيك اوتر انجينيور زهير ادم نتمنى تكون الفيديو عجبتكم. لو فيتور انجينيور امير فلوكس ان شاء الله. دونك نتمنى تكون هاد لو جونغ دي فيديو عجبكم اصلا درتو على حسب الطلب ديالكم نتوما اللي بغيتو ندير بحال هكا. دونك الا عجبتكم ان بوز بلو ما عجبتكمش ان بوز بلو ابوني فو سوغ لا شين الا كنتو جدد ولا كنتو قدام وما كتبو ابونيينش هذيك خطيره ياك تابوناو ونشوفكم لا فيديو بروشين ان شاء الله. سلام.